بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا فيكم في حلقة جديدة متجددة من هذا البرنامج اليومي وهذه المجلة الحكومية التي نقل فيها الصفحات الاجتماعية والثقافية والإنسانية بالإضافة إلى مساحاتنا الحوارية. في البداية مسي بالخير على أخواننا المتواجدين معنا في هذا الاستوديو ودائما وأبدا إلى زميلة فاطمة. مساك الله بالخير. مساء الخير عيد، ونمسي بالخير على كل السادة المشاهدين في حلقة جديدة من مساء الخير يا كويت، وطبعا نمسي على الزميلة الجديدة زميلتنا آلاء الملة. ودائما نقول يا اهلا ومرحبا في الزملاء، وطبعا نرحب بانضمام الزميله آلاء الملة في اول ان شاء الله ظهور راح يكون من خلال برنامج مساء الخير كويت مع امنياتنا لها ان شاء الله بالتوفيق من خلال فقره اخبار الديره. نعم، نرحب فيكم مشاهدينا مرة ثانية. اليوم راح نستعرض معاكم ضيوفنا لهذه الحلقة، وأيضا عندنا تقارير وفقرات محلية متنوعة. شنو عندنا اليوم؟ اليوم ما شاء الله تبارك الله محضرين لإخواننا المعدين الكثير من الفقرات والمساحات الحوارية. اليوم عندنا لقاء على الهواء مباشرة مع الأستاذة شريفة الفريح مدير دائرة الخدمات التقنية ورئيسة اللجنة المنظمة لورشة التواصل العلمي بالمركز الوطني للمعلومات العلمية والتكنولوجية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، وأيضا الأستاذة سهام سالم رئيس فريق برنامج النشر العلمي وعضو اللجنة المنظمة لهذه الورشة. وعندنا اليوم لقاء مع الزميل أحمد الفرحان واللي راح يوافينا برسالة حول مهرجان الكويت للإبداع التشكيلي، وراح يكون لنا لقاء على الهواء مباشرة مع الدكتور أحمد إبراهيم الكندري رئيس اللجنة الإعلامية لفريق همة. ونختتم باقتنا الحوارية مع كل من خالد القطان محامي متخصص في القضايا الطبية. كل هذه المحطات الحوارية بالإضافة إلى الفقرات الإخبارية المتنوعة والتقارير الوثائقية في برنامج مساء الخير كويت راح تتابعونا من خلال هذا البرنامج. فاصل ونواصل إن شاء الله. اهلا ومرحبا فيكم من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير كويت، وهذه المحطه الحواريه الاولى ولقاء جمعنا بكل من الاستاذه شريفه الفريح مدير دائره التقنيه وطبعا ورئيسه لجنه منظمه ورشه التواصل العلمي المركز الوطني للمعلومات العلميه والتكنولوجيا معهد الكويت، وايضا الاستاذه سهام السالم رئيس فريق برنامج النشر العلمي وعضو اللجنه المنظمه للورشه. حياكم الله معنا وسهلا مبارك وشكرا على قبول هذه الدعوه في هذا البرنامج. حياكم الله. مساء الخير وحياكم الله في مساء الخير يا كويت. اكيد راح نتكلم اكثر عن هذا الموضوع ولكن من بعد هذا التقرير. يعتبر معهد الكويت للأبحاث العلمية مؤسسة رائدة ومستقلة في مجال البحث والتطوير، فالمعهد يبحث باستمرار عن طرق جديدة للحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة لضمان استمرار الرخاء، كما يعمل المعهد بالتعاون مع عملاء وشركاء على الصعيدين المحلي والدولي لتطوير التقنيات التي تساعدهم على تحقيق الأهداف الاقتصادية والتقنية والاجتماعية، وذلك عن طريق تبني منهج التبادل المعرفي الموسع.
راح فيكم من خلال هذا البرنامج برنامج مساء الخير الكويت، ونرحب طبعا بضيوفنا الاستاذه الشريفه وايضا الاستاذه سهام، ونبدا طبعا مع زميله فاطمه. حياك الله استاذه سهام معنا. يا ريت لو تعطينا نبذه تعريفيه عن دائره الخدمات التقنيه التابعه لمعهد الكويت للابحاث العلميه. اول شيء احب اشكركم على هذه الدعوه بالنيابه عن فريق العمل عندنا لجنه تنظيميه. اول شيء الدائره هذه هي جزء من المركز الوطني للمعلومات العلميه والتكنولوجيه اللي هو تابع المعهد للابحاث. هو الهدف الرئيسي من انشائه هو خدمه باحثين المعهد في عمل الابحاث العلميه اللازمه. طبعا احنا دورنا ان احنا نوفر لهم المعلومات اللازمه اللي يحتاجونها. اول شيء احنا نعرف شنو النيدز مالتهم، شنو احتياجاتهم، شنو السبجكت اللي هم شغالين فيها، وبالتالي احنا نطلب المصادر من مجلات او كتب او قواعد بيانات اللي تخدم هذا الهدف، بالاضافه طبعا لنشر الوعي او نعطي الدورات التدريبيه على هذه الريسورسز او هذه المصادر. استاذ سهام حياك الله في برنامج مساء الخير الكويت مره ثانيه من خلال هذا البرنامج وطرح هذه المواضيع. الورشه شو المواضيع ان شاء الله اللي راح تطرح باذن الله؟ باذن الله الورشه راح تناقش عده مواضيع تتعلق بالنشر والتواصل العلمي، مثل مواجهه التحديات النشر في المجلات العلميه المحكمه اللي لها تصنيف عالمي مرتفع. ايضا راح تناقش الورشه حقوق الملكيه الفكريه والحقوق النشر اللي هي الانتلكتوال بروبرتي والكوبي رايت، وراح تناقش انشاء المستودعات الرقميه لحفظ الانتاج العلمي، وراح تناقش اهميه النشر في المجلات العلميه المتاحه اللي هي الاوبن اكسس. ايضا راح تناقش خطوات انشاء مجله دوريه علميه محكمه ذات تصنيف عالمي مرتفع. ما شاء الله تبارك الله. استاذة شريفة، انتم بصدد انشاء اللي هي الورشة الخاصة بالنشر والتواصل العلمي، يا ريت لو تكلمينا اكثر عن الهدف من هذه الورش. طبعا احنا مثل ما قلت حق حضرتك من شوية، احنا دائرة تهتم بالتواصل مع الباحثين، وبالتالي احنا دائما نكون نعطيهم الوعي عن شنو عندنا وشنو المستحدثات او التوجهات العالمية في مجال المعلومات، وبالتالي هدفنا هو توعيتهم. فالحين الباحثين محتاجين يعرفون شنو المراجع او شنو المصادر اللي محتاجين انهم ينشرون فيها، وبالتالي هذه الورشة هدفها ان احنا نوعيهم عن التصنيفات العالمية لهذه المجلات وطريقة النشر فيها، شنو المعوقات اللي ممكن ان هي تواجههم وشلون يتغلب عليها، بالإضافة لمواضيع ثانية يعني مثل ما تفضلت الأخت سهام الحقوق الملكية الفكرية او اي شيء حق المؤلف او حق الباحث. كل هذه المواضيع ان شاء الله راح نتطرق لها في الورشه. يعني هذه الورشه ما شاء الله تبارك الله ورشه علميه بامتياز وتحمل عنوان النشر والتواصل العلمي، واكيد اللي يشاركون فيها اهل اختصاص، ودي اتكلم عن المشاركين في هذه الورشه. نعم، بالنسبة حق المشاركين في هذه الورشة، أول شيء بس أحب أقول أن اسم الورشة التواصل العلمي Scholarly Communication. المشاركين اللي راح يكونون طبعا الأخصائيين اللي مهتمين بالنشر العلمي في معهد الكويت للأبحاث العلمية، أيضا راح يشاركون دكاترة باحثين من معهد الكويت للأبحاث العلمية، وعلى مستوى دولة الكويت راح يشاركون دكاترة من جامعة الكويت، من مركز صباح الأحمد الموهبة والإبداع، من المكتبة الوطنية مكتبة الكويت الوطنية. على الصعيد الخليجي راح يشاركون معنا بروفيسورة من جامعة الملك سعود، وراح يشارك معنا في من مكتبة قطر الوطنية، وأيضا راح يشارك على الصعيد العربي من قسم المستودعات الرقمية في جامعة إسكندرية. أستاذة شريفة، تفضلت الأخت سهام وقالت لنا أن منو اللي راح يشارك معهم في الورشة، ولكن شلون طريقة التسجيل؟ أول شيء طبعا التسجيل مفتوح. نعم. مجرد ما يدشون على الصفحة الرسمية للمعهد في موجود إعلان عن الورشة وفي لينك، بس يسجلون من خلال هذا اللينك، وطبعا التسجيل مجاني لأنه مثل ما أنت عارفة هي مو هدف ربحي ولا شيء، هذه هدفها للتوعية، والناس اللي راح يجون يعني متخصصين في هذا. نعم، هذا بالنسبة للمشاركة ولا الحضور؟ بالنسبة للمشاركة. نعم، يعني إذا مثلا في باحثين أو في دكاترة أو حتى اي واحد مهتم في المجال هذا او حتى في مراكز المعلومات ومثلا مهتم بهذا الموضوع يقدر يشارك.
نعم استاذة سيام، من خلال الحديث الاستاذة شريفة يعني عن هذه الورشة والتسجيل والحضور ان شاء الله مجاني، بتكلم عن العقاد ان شاء الله. انا قلت لك انه يوم الخميس قبل الاستديو باذن الله، بنذكر المكان والوقت باذن الله. راح يكون يوم الخميس القادم تاريخ 13 فبراير، راح يكون في المقر الرئيسي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية بشويخ، وإن شاء الله راح نبدي الساعة 9 لغاية الساعة 3 بإذن الله. ما شاء الله تبارك الله. وعلى فكرة في معرض مصاحب للورشة راح يكون. يعني أنتم نشيطين ما شاء الله معهد الكويت، بعد إذن زميلتنا فاطمة معهد الكويت للأبحاث العلمية قبل شوي قاعد نتكلم أنه زميل فاطمة خارج الاستوديو قاعد يقول نشاطاتكم معهد الكويت للأبحاث العلمية ما أدري هل هي تكون بشهر واحد اثنين ولا مفتوحة على طوال العام، نشيطين ما شاء الله تبارك الله طول السنه طول السنه طول السنه. هذا نشاط يحسب لكم. في ورشه الحين شغاله يمكن قبلنا نعم. وكان في ورشه طول السنه تقريبا نعم. ما شاء الله تبارك نعم. الله. استاذه شريفه يا ريت تكلمينا عن المشاريع الجايه بالنسبه حق المركز الوطني يعني نعم. مركز المعلومات بصراحه في وايد مشاريع، مثل ما انتم عارفين احنا نتعامل مع علماء المجتمع، فبالتالي احنا لازم نخليهم على دائما على علم شنو الجديد. فمثلا في مجال الانفورميشن ومراكز المعلومات احدث شيء الحين التوجه الوصول للمعلومات اكثر المعلومات بكميه كبيره وفي وقت اقل وبتكلفه اقل، هذا التوجه الحين في مراكز المعلومات العالميه. عشان كذي في شيء اسمه اوبن اكسس اللي هي المصادر المتاحه مجانا. في الحين مثلا بالنسبه عندنا احنا عندنا مشروع مثلا تعاون بين جامعة الكويت والتطبيقي وبعض الجهات الأكاديمية في توحيد الاشتراكات، بحيث أن يكون يعني نتعاون في اشتراكات المصادر المعلومات، وبالتالي هذا يقلل التكلفة ويفتح مجال أكثر لمصادر المعلومات. الله يعطيكم الصحة والعافية، كل الشكر تقدير للسادة شريفة، أيضا الشكر موصول للسادة سهام. ونحن متواصلين معكم من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير الكويت، وهناك منصة أخرى من منصات هذا البرنامج وخارج الاستوديو مع زميلنا النشيط الزميل أحمد الفرحان، ورسالة حول مهرجان الكويت للإبداع التشكيلي. مساك الله بالخير أحمد، الكلمة والصورة لك. مساء الخير عيد، مسي عليك بالخير وزميلة فاطمة وجميع الزملاء وأيضا مشاهدينا عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت. احنا متواجدين على الهواء مباشرة في محافظة حولي وتحديدا في الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، هذه الجمعية اللي دائما ما يكون فيها فعاليات وأنشطة تهتم بالفن التشكيلي سواء للفنانين الكويتيين أو حتى للفنانين من خارج الكويت. هناك معرض اليوم موجود، معرض جميل جدا، يمكن راح تشوفون لقطات معنا على الهواء، وراح تكون معنا ايضا ضيفه مميزه وهي الاستاذه تهاني الخرافي عضو مجلس اداره الجمعيه الكويتيه للفنون التشكيليه، نتكلم معاها بشكل اكبر عن مهرجان اليوم. مساك الله بالخير ويعطيك العافيه، وريت بدايه تعطينا فكره عن المهرجان. مساكم الله بالخير وكل عام وانتم بخير والشعب الكويتي وصاحب السمو ولي العهد. إن شاء الله اليوم افتتاح مهرجان الإبداع الكويتي 14 للفنون التشكيلية تحت رعاية الشيخ ناصر صباح الأحمد صباح. طبعا المرة هذه في ما شاء الله تشكيلة كبيرة ومتنوعة من اللوحات، وفي فئة كبيرة مشاركين جدد، حوالي تقريبا 74 مشارك، وإجمالي اللوحات 151 لوحة. طبعا في اختلاف باللوحات من سنوات السابقة والسنة إن شاء الله في اختلاف كبير ومتنوع. أستاذة تهاني، أكيد كل المهرجانات والمعارض اللي تتم في الجمعية مهمة، ولكن خلينا نتكلم عن أهمية هذا المهرجان. طبعا إحنا كل سنة والشيخ ناصر كل سنة يحرص أن تكون فعاليات مختلفة بالنسبة حق مهرجان الإبداع الكويتي، ومقتصر بس للكويتيين، وصراحة يعني مجموعة كبيرة من الفنانين الكويتيين من فئة البنات والشباب حريصين أنهم يشاركون في المهرجان هذا، يعني على حسب أنه مهرجان كبير وعلى نطاق واسع بالكويت. هل اختلف عدد المشاركين وعدد اللوحات عندكم عن المهرجانات السابقة؟ اي نعم، ما شاء الله هالمرة في عدد كبير ومتنوع بالفئات العمرية، يعني من فوق ال 18 سنة 21 سنة سوري، طبعا العمر مفتوح بس في تنوع كبير من الشباب. مثل ما نشوف في الوقت الحالي التطور التكنولوجي الكبير اللي قاعد يصير في العالم، هل الفن التشكيلي قاعد يتطور مع هذا التطور اللي موجود؟
نعم كل شيء كل شيء يتطور، الفن التشكيلي قاعد يتطور بالأجهزة والأساليب الحديثة، في أشياء وايد متنوعة، التصوير، الفوتوغراف، أساليب الرسم واستخداماته. نلمس دائما إقبال من قبل الجمهور على المعارض اللي تتم والمهرجانات في الجمعية، شو الإقبال هالسنة؟ كل سنة كبير، بس أتوقع هالمرة بعد راح يكون أكبر لأن العدد صار أكبر والفعاليات فيه متنوعة، إن شاء الله راح يكون شيء كبير. أنت بعد أستاذة تهاني مشاركة من خلال المعرض، يعني مثل ما نشوف يمكن بالشاشة يعني لوحاتك موجودة ورانا، هذه أي مشاركة لك في المهرجان؟ أعتبر مشاركة الخامسة تقريبا. شلون تشوفين مشاركاتك، وهل اليوم الفنان الكويتي نقول قاعد يؤدي دوره كفنان حتى في المجتمع من خلال الرسالة الفنية اللي قاعد يقدمها؟ هو عموما كل فنان يتطور سنة عن سنة، يعني أنا من بديت أعرض هني وأشارك في معارض الجمعية اختلف من سنة، من العام أولت العام إلى السنة هذه، فالفنان يتطور بأساليبه بفكرة من المجتمع اللي حواليه وأسلوب اللي استخدمه. إذا نشوف مثلا اللوحات اللي ورانا، شنو تعني هاللوحات؟ أنا سويتها كأنه بستان، يعني كأنه طاير بالسماء، ومجرد أنك مثلا تلقي نظرة من فوق الغيوم تشوف بستان كبير وورد، يعني ألوان كذي. يمكن الشخص العادي ما يقدر يميز أو يعرف المعنى الحقيقي للوحة، هل يحتاج اليوم الفنان أنه يبين هذا المعنى للناس؟ مو بكل مرة، بس أنا أشوف أن خاصة الشعب الكويتي نظرته حلوة للفن، يعني ممكن مجرد ما يشوف يحلل الألوان الأشكال، يعني مو بالضرورة أني أنا أي جمهور ممكن أنا أفسر له، ساعات مجرد ما يشوف الألوان يشوف تكوين لوني واللون نفسه هو يعطي انطباع. أنتوا كمجلس إدارة جمعية يعني ما شاء الله تبارك الرحمن قاعد تقدمون الكثير أمانة المجتمع الكويتي من خلال المهرجانات وأيضا المعارض، هل هناك خطة مستقبلية لمعارض ثانية لمهرجانات أخرى إن شاء الله؟ اي احنا سنويا عندنا معارض وعندنا ورش داخل الكويت وبرا الكويت، وساعات نستضيف فنانين من برا الكويت وتكون مشاركة مع فنانين كويتيين، عندنا ورش بينالي، عندنا ورش صيفية، يعني نشاطات متعددة طول السنة. الفنانين الكويتيين الكبار ما شاء الله الفنانين التشكيليين كثير ما يقدمون معارض، هل هناك معارض إن شاء الله مستقبلا في القريب العاجل لفنانين معينين عندكم؟ إحنا الفترة اللي طافت كان في معارض شخصية حق عدة فنانات، منهم أميرة أشكناني وعطارد وشاع العتيبي، وإن شاء الله قريبا رح يكون في فنانات وفنانين. قواك الله أستاذة تهاني، يعطيك العافية وجميع القائمين على الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية على ما يقدمونه من رسالة جميلة، رسالة فنية للمجتمع الكويتي. كنا معاكم على الهواء مباشرة من جمعية الفنون التشكيلية في محافظة حولي، والآن عودة للزملاء في الاستديو. شكرا للزميل أحمد الفرحان على هذه الفقرة وهذا التواصل اليومي من خلال فقرته الخاصة خارج هذا الاستوديو، ولازلنا نتواصل معكم من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير يا كويت. عندنا أخبار الديرة، ولكن الجديد في أخبار الديرة هذا اليوم هو انضمام الزميل على الملي، راح تكون إن شاء الله معكم بعد هذا الفاصل. مساء الخير مشاهدينا، حياكم الله معنا في فقرة أخبار الديرة اللي نغطي فيها أبرز وأهم الأخبار المحلية. راح نبتدي خبرنا اليوم بالمؤتمر الصحفي اللي عقد حول جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي برعاية معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب. المزيد حول الموضوع وياكم في التقرير التالي.
بحضور معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب السيد محمد ناصر الجبري، أقيم المؤتمر الصحفي الخاص بجائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي في نسختها السادسة، حيث تهدف الجائزة من خلال مجالاتها لاحتضان الشباب ودعم توجهاتهم العلمية ومشاريعهم العملية. إن الغاية الأساسية من هذه الجائزة هو تحفيز الدولة للشباب الكويتي وتهيئتهم للتميز والإبداع وإثرائهم للمجتمع، وذلك من خلال تمكينهم من التقدم والازدهار وصقل مواهبهم ودعم إمكاناتهم وتشجيعهم في كافة المجالات والاستفادة من تلك المواهب بتسليط الضوء عليها وإبرازها بالشكل العلمي الذي تستحقه. كما يسرني أيضا أن أعلن في ذات الوقت عن انطلاق مجلس الشباب، أحد برامج السياسة الوطنية لمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب، والذي نأمل منه أن يمنح الشباب دورا أساسيا في تطوير استراتيجية خطط التنمية ووضع حلول إبداعية مبتكرة من خلال إشراكهم في صنع القرار، خاصة في القضايا التي تمس شؤون الشباب. ضمن هذا الإطار المؤسسي الذي ستطرح فيه الآراء وتناقش الأفكار بأجواء هادفة وموضوعية وبناءة. خبرنا الثاني هو زيارة إلى القصر الأحمر، حيث أقيمت محاضرة بعنوان منتدى التجارب الآسيوية الرائدة في التعليم الآسيوي بالتعاون مع وزارة التربية ومحافظة الجهراء. المزيد حول المحاضرة والهدف منها في سياق التقرير التالي. الذي استقطب أكثر من 200 معلم معلمة على مستوى دولة الكويت من خلال إطلاق رابط للتسجيل، وهذا الإقبال الكثيف ينم على الحس العالي للتنمية المهنية الشخصية لدى المعلمين الكويتيين. هذا المنتدى يعرض تجربتين رائدتين لدولتين رائدتين في التعليم، دولة سنغافورة وهونغ كونغ. بعد اطلاع على مؤتمر هونغ كونغ الدولي للتعليم والعلم الاجتماع، وبعد الاطلاع الأستاذة هبة سالمين على التجربة السنغافورية، حبينا أن ننقل هذه التجربة في أوساط التربوية في دولة الكويت حتى يستفيد الجميع من هذه الدول الرائدة وتجربتها في العملية التعليمية. مع فعاليات شهر العزة والكرامة ومع أيام الاستقلال والتحرير، نلتقي اليوم بمنتدى التجارب الآسيوية الرائدة في التعليم ومع كوكبة رائدة في العمل التربوي يقودهم الموجه الفاضل الدكتور صالح السعيد، والذي دائما ما يمتعنا بما هو جديد في كل الميادين، ويرافقه المعلمة الفاضلة المبدعة هبة سالمين من مدرسة فاطمة بنت عتبة. فأسأل الله لهم التوفيق والسداد في هذا المنتدى الرائع لما يفيد الميدان التربوي. مراحل السلم التعليمي في سنغافورة، هذا جدا مهم ان احنا نعرفه. طبعا احنا نعرف ان بالكويت المرحلة التعليمية عندنا تبتدي من رياض الاطفال، وهم المرحلة الالزامية عندهم في سنغافورة من المرحلة الابتدائية، اجباري يجب على كل طالب انه يدخل المرحلة الابتدائية، واذا ما دخل المرحلة الابتدائية يكون في بالنسبة حق الأولياء الأمور راح تكون في عقوبة لهم بدفع مبلغ مالي، وأيضا توصل للحبس لأنهم ما دخلوا عيالهم. فجدا مهمة المرحلة الابتدائية في سنغافورة. أيضا من بعد المرحلة الابتدائية عندهم مرحلة ثانوية والمرحلة ما بعد الثانوية، فقط لا غير، هذه مراحلهم. يعني هي المرحلة الابتدائية مثل ما احنا عندنا مثل المتوسط، عندهم هي من 5 إلى 6 سنوات الطالب يدرس فيها،
بعد ما يدرس ويخلص في عندهم يسمون الاختبار الوطني على مستوى الدولة كامل، ويكون اختبار موحد. خبرنا التالي من أخبار الديرة من الهيئة العامة للصناعة اللي نظمت اجتماع لوكلاء وزراء الصناعة في دول الخليج العربي. المزيد في سياق التقرير التالي. نظمت الهيئة العامة للصناعة اجتماع ضم وكلاء وزارات الصناعة في دول الخليج العربي لطرح الرؤى ومناقشة المستجدات وبذل الجهود من أجل ازدهار القطاع الصناعي الخليجي عبر التركيز على قطاعات تجارية محددة، واللي من شأنها فتح مجالات جديدة في التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات الصناعية. الهدف هذا كله إيجاد منظومة صناعية مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي لتثري الاقتصاد المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا إيجاد مشاريع صناعية مشتركة من خلال وجود فكرة المنصة، اللي هي عبارة عن خلق أنشطة صناعية ممكن تتشارك فيها أكثر من دولة خليجية، وتجزئة المنظومة الصناعية على مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى احنا متأكدين وهناك إيمان كامل من مجلس التعاون الخليجي بأن المنظومة الصناعية أيضا هي عامل مهم جدا في الاقتصاد الكلي لكل دول مجلس التعاون الخليجي، فيجب أن تواكب التطور الصناعي اللي حاصل في العالم في السنوات السابقة. يجب أن يكون هناك تبني لأمور صناعية تستطيع أن تنافس العالمية، وأيضا وجود فرص استثمارية صناعية لدول مجلس التعاون الخليجي في المرحلة القادمة، على أساس يكون لها أثر واضح في الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي. بشذي نكون انتهينا من فقرة أخبار الديرة. نرجع للزملاء في الاستوديو ولكن بعد الفاصل. نرحب فيكم مشاهدينا مرة ثانية، ويسرنا أن نلتقي مع الدكتور أحمد إبراهيم الكندري، رئيس اللجنة الإعلامية لفريق همة. مساء الخير دكتور، وحياك الله معنا في مساء الخير يا كويت. مساء الأنوار، وأنا جدا سعيد باستضافتكم اليوم لي في برنامج مساء الخير يا كويت. مساء المبارك دكتور أحمد، وشكرا على قبول هذه الدعوة في هذا البرنامج. عندنا تقرير نشوفه إن شاء الله، وبعدين نتواصل مع ضيفنا الكريم. مشروع همة هو مشروع تربوي وتنموي تنظمه كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. مشروع همة لأنك المستقبل يبدأ انطلاقته الثانية تزامناً مع الأعياد الوطنية بدولتنا الكويت، ويهدف هذا المشروع إلى تقوية أواصر المجتمع، أما رسالته تقديم برامج تطوير مهني متميزة للمعلمين بما يلبي احتياجاتهم تحقيقاً للجودة الشاملة، وذلك بظل مشاركة مجتمعية فاعلة. ومن بعد هذا التقرير عن مشروع همة، دكتور أحمد يا ريت لو تكلمنا من وين جت لكم الفكرة؟ طبعاً فكرة مشروع همة
جاءت من رؤية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد كويت جديدة كويت 2035 اللي هي خطة التنمية اللي توجهها نحو مستقبل مزدهر مستدام. وهذه الخطة عندها أهداف، والأهداف ترتكز على 7 ركائز ومنها رأس مالي بشري إبداعي. ومن هني احنا في البداية عملنا العام الدراسي الماضي أسبوع ثقافي بشعاره نتميز ننطلق ونبدع. الحمد لله خذ أصداءه هذا الأسبوع الثقافي. نعم. تمحورت الفكرة مع العمادة السابقة إلى وضع مشروع ووضعنا الخطوط الرئيسية، وبالتالي الحمد لله في هذا العام مع العمادة الجديدة تحت إشراف الدكتور فرح العنزي عميد كلية التربية الأساسية وضحنا الخطوط العريضة وانطلقنا في مشروع حمى لأنك المستقبل في عملك كما مشروع تربوي تنموي. نعم دكتور، فرصة الآن وجودك معنا من خلال هذا المشروع مشروع هم نتكلم عن الأهداف والقيم الخاصة بمشروع هم التربوي مثل ما تفضلت. مشروع هم في أهداف كثيرة، بعض هذه الأهداف اللي هي أو أهم هذه الأهداف اللي هي نشر التعليم المستدام ورفع كفاءة المعلمين والطلاب المعلمين والمدربين من خلال برنامج تدريبية عامة ومتخصصة، وأيضا رعاية الموهبة ونشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع، وأيضا تنمية المهنية لدى الطلاب المعلمين وطلاب الكلية. نعم جميل جدا. دكتور بالنسبة لمشروع حمى اللي عرفنا أنه هو انطلق اليوم، أي نعم، فياريت تكلمنا أكثر عن الفعاليات والمشاريع داخل هذا المشروع. طبعا كل مشروع يمتلك لجان، احنا عندنا 3 لجان رئيسية وهناك أيضا رئيس الفريق. من نعم. هذه اللجان اللجنة العلمية والتنظيمية والإعلامية. اللجنة الإعلامية اللي احنا ما نستغنى عنها لأنه هو أساس المشروع، لأن أي مشروع تربوي يقوم على أسس علمية وعلى بحوث علمية، ولله الحمد احنا عملنا هذه البحوث وصلنا إلى 11 بحث تربوي وتم نشره في مجلات علمية موثقة. وبالإضافة إلى اللجنة التنظيمية، مثل ما احنا نعرف أن اللجان التنظيمية هي اللي تقوم في تنسيق الفعاليات والندوات وورش العمل وغيرها. نعم. من هذه الأمور. دكتور مثل هذا العمل، وأنت ذكرت الأبحاث العلمية وأيضا المرتكزات الخاصة بمشروع حمى التربوي، أكيد هناك تحديات تواجهكم بمثل هذه المشاريع التربوية. طبعا أول شيء قبل التحديات كلجنة علمية أيضا شاركنا في أكثر من مؤتمر تمام وأكثر من معرض بوستر ملصق علمي يعني. بالنسبة للتحديات احنا طبعا المكان في البداية كان في المكان، قمنا احنا نروح للمدارس أو للأماكن اللي تكون فيها الأمور التربوية التعليمية ونقوم احنا بنشر هذه الثقافة التربوية. أما بالنسبة للتحدي الثاني هو التطوع، لأن الفكرة نشأت كفكرة تربوية تطوعية، واجهنا في البداية أمر صعب لهذا الشيء لكن الحمد لله تغلبنا عليه في النهاية. الله يعطيك العافية دكتور أحمد الكندري رئيس اللجنة الإعلامية لمشروع حمى، يعطيك العافية على وجودك معنا اليوم في الاستوديو. مشاهدينا طالعين فاصل وراجعين لكم.
نجدد لكم التحية مشاهدينا وننتقل معاكم إلى فقرة حوارية جديدة مع الأستاذ خالد القطان، محامي متخصص في القضايا الطبية. مساك الله بالخير، حياك معنا في مساء الخير يا كويت. يا هلا فيك أخت فاطمة، يا هلا فيك أخوي عيد، سعدت في هذه الاستضافة وإن شاء الله نقدم معلومات مهمة في المجال الطبي القانوني إن شاء الله. سعد مبارك، وإحنا أسعد طبعا بوجودك معنا المحامي خالد، وموضوعنا يعني تخصصي خاص بالقضايا الطبية، وراح نرجع لكثير من الأمور عشان نوضح العلامات الاستفهام والتعجب في مثل يعني قضايا الطبية بشكل عام بين المريض وأيضا الطبيب المعالج، ولكن بعد هذا التقرير. علاقة الطبيب بالمريض عنصراً بالغ الأهمية في ممارسة الرعاية الصحية، وتعتبر أساسية في تقديم رعاية صحية عالية الجودة في تشخيص المرض وعلاجه. وتشكل علاقة الطبيب بالمريض أحد أساسيات الأخلاقيات الطبية المعاصرة، فغالبية الجامعات تعلم الطلاب منذ البداية وحتى قبل أن تطأ أقدامهم المستشفيات المحافظة على علاقة احترافية مع المرضى وتعزيز كرامة المرضى واحترام خصوصيتهم. مساء الخير متابعينا مرة ثانية، ومسي بالخير على الأستاذ خالد. أستاذ خالد، يا ريت لو تكلمنا أكثر عن طبيعة العلاقة بين المريض والطبيب المعالج والمنشأة الصحية. احنا عادة يعني كقطاع طبي وأنا محامي فيه نتعامل مع كثير من القوانين، من أهم القوانين اللي نتعامل فيها اللي هي قانون مزاولة مهنة الطب، اللي هو رقم 25 لسنة 1981. هذا ينظم العلاقة ما بين المنشأة الطبية والطبيب الممارس وحقوق المرضى، وكذلك نتعامل مع كثير من القوانين، منها قانون تنظيم مهنة الصيدلة اللي هو 25 لسنة 96، كذلك يحدد يعني المستودعات اللي تنحط فيها الأدوية، الدوز اللي ينعطى بالنسبة للدواء، نوعية الأدوية، ترخيصها. كذلك نتعامل مع قانون الجزاء، احنا راح نتكلم على كثير من القوانين احنا قاعد نتعامل معاها. قانون الجزاء الكويتي اللي هو 16/1960، مادة 30 منه تتكلم على أحقية أو يعني مزاولة الطبيب لمهنته بشكل رسمي، لأنه مرخص له وممكن يعمل عمليات حتى لو كان فيها نزيف أو أدت إلى وفاة، ولكن بطريقة رسمية. كذلك يعني نتعامل مع كثير من القوانين، يعني منها قانون تنظيم المواليد والوفيات اللي هو رقم 36 أتوقع 36، وكذلك قانون حقوق الطفل. طبعا تنظيم المواليد والوفيات هو القديم لسنة 69/69، وقانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015. نقارن بين القانونين هذيلي يهمونا في المستشفيات، ان عطى قانون حقوق الطفل لانه حديث عطى حق التبليغ للام مع الاب. نعم. كان فقط بتنظيم المواليد والوفيات كان للاب فقط، فعطى للام والاب الحق انهم يبلغون عن المولود، وأعطى فترة مدد فترة التبليغ إلى 21 يوم، كانت 15 يوم، فأعطت كثير من الحقوق للطفل حماية له ولإثبات نسبه. وكذلك نتعامل مع كثير من القوانين. دكتور محامينا خالد، أنا ودي أدخل المسؤولية القانونية للطبيب المعالج، متى تنعقد؟ تنعقد المسؤولية القانونية إذا كان في خطأ في التشخيص، خطأ في العلاج. يهمنا نعرف في نوع من الأخطاء يسمونه خطأ فني، هذا اللي يسمونه الخطأ في العمل أو يعني بديهيات العمل. مثل على سبيل المثال طبيب يوصف دواء لمريض بدون لا يأخذ مثلا يعمل له فحص دم، المريض تحسس من نوع من الأدوية وصارت له مضاعفات،
هذا خطأ فني سمعنا. خطأ فني. الخطأ المادي لما نحن كلنا نسمع أن دكتور نسى جسم داخل جسم إنسان بعملية. الخطأ المادي اللي نشوفه مثلا ما فحص جهاز الأكسجين، ولكن ممكن للطبيب أنه يعفي نفسه من المسؤولية هذه على سبيل المثال لندخل قسم الهيماتولوجي اللي هو قسم أمراض الدم. أحد الحالات اللي أنا شفتها يعني أنه شخص عنده تخثر في الدم بالرئة، الطبيب كتب الوصفة أنه ممنوع عليك أنك تسافر، ولكن المريض بعد فترة سافر وعنده تخثر بالدم بالرئة وتوفى. أهل المريض رفعوا على المستشفى قضية، ولكن الطبيب حط ريكومنديشن أنه أنا أنصحك أنك ما تسافر، وسافر. فإذن المنشأة الطبية حمت نفسها بالموافقة المستنيرة اللي يسمونها الكونسنت انفورميشن ان احنا بلغناك، فأي شيء ثاني خاضع إلى إرادة المريض وهو يتحمل المسؤولية. صحيح. نعم أكيد لازم المريض يأخذ في وصايا الدكتور بما يخص المرض اللي يتعلق فيه. ولكن أستاذ، تردد بالفترة الأخيرة مصطلح الولاية الصحية، فياريت لو تكلمنا أكثر عن هذا المصطلح. هذه طبعا عالجتها نص المادة 51 لسنة 1984 قانون الأحوال الشخصية الكويتي، وتحديدا نص المادة الكود هو 209 حددت بالترتيب منه الولي أو الوصي بالترتيب اللي هو الأب، ومن ثم الجد من عن طريق الأب، ومن بعد الأخ الشقيق الفوق 21 سنة، ومن بعد اللي هو العم، عم المريض أو عم الطفل. الولاية الصحية تستخدم للأطفال القصر، ومو مثل ما الناس متخيلة أن الهيئة العامة لشؤون القصر هي اللي تنوب مكان الأب إذا كان مسافر إذا كان متوفي، لا. فأنا صححت لهم المعلومة، كثير نواجه من الشيء هذا، لأن الهيئة العامة لشؤون القصر هي وصية على أموال القصر وليس على ولايتهم الصحية. والمشرع أعطى الولاية هذه حسب نص المادة هذه بالأحوال الشخصية، لأن هذا شيء شرعي. صحيح. وإحنا ما نقدر يعني نعطي موافقة مثلا من أهل الأم سواء كان أبوها أو أخوها، وهذا فهي شيء شرعي. أول وتالي. الله يعطيك الصحة والعافية محامينا خالد، وإن شاء الله توصل مثل هذه المعلومات وهذه الإيضاحات الخاصة بالقضايا الطبية. كل الشكر وتقدير المحامي خالد القطان، وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا كويت. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية عيد، وكل الشكر لكم متابعينا على حسن المتابعة. راح نلتقي معكم باكر إن شاء الله في حلقة جديدة من مساء الخير يا كويت. نشوفكم على خير.